بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالطبع هتكون لها اهتمام كبير جدا ومتابعة على كل ما يثار حول الساحة الرياضية وما يكتب في السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي. ويمكن النهاردة تحديدا نقدر نقول يوم تاريخي في عهد الرياضة المصرية في زيارة وتلبية دعوة مجلس إدارة النادي الأهلي لدعوة مجلس إدارة نادي الزمالك، والزيارة التاريخية التي حدثت ظهر اليوم بزيارة مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلى مقر نادي الزمالك في ميت عوبة، واجتماع شهد كلمات طيبة وجميلة جدا من كلا الناديين. كلمة مهمة جدا من الكابتن محمود الخطيب، وكلمة أيضا مهمة جدا من الكابتن حسين لبيب. أعتقد أواصر العلاقة الوطيدة اللي بتجمع الناديين على مدار أكتر من 100 سنة شهدت هذه الفترة لحظات تاريخية ما بين كلا الناديين اللي كان لهم تأثير كبير جدا وإيجابي في المنتخبات الوطنية. مش بتكلم بس في الكورة ولكن في جميع الألعاب. دايما الأهلي والزمالك هما أعمدة الرياضة المصرية والكرة المصرية، ويمكن دول أكبر ناديين موجودين في الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية وفي القارة الإفريقية. دائما وأبدا الرياضة المصرية بتتقدم بناء على نتائج الأهلي والزمالك. النهاردة الكرة المصرية والرياضة المصرية بعد هذه الجلسة التاريخية أعتقد نتائجها الإيجابية هتكون مثمرة جدا خلال الفترة القادمة بإذن الله. النهاردة كده أول ما تصحى وتبدأ تشوف السوشيال ميديا واللي بيتكتب، لا هتسمع عن خناقة ولا تسمع عن مشكلة، بتسمع عن ناس بترحب ببعض، بتسمع عن كلمات طيبة جدا ما بين كلا الناديين، جماهير الناديين بيتكلموا بكلام إيجابي جدا، وده أعتقد اللي احنا محتاجينه خلال الفترة اللي جاية. وأعتقد كمان الإعلام الرياضي دوره الفترة اللي جاية يركز على الخبر، يركز على المعلومة، يركز على القضية. فكرة التلاسن والحديث في أمور جانبية بما تؤثر بالسلب على الرياضة المصرية والكرة المصرية، ده كان جانب للأسف مظلم وسلبي كبير جدا في الفترة الأخيرة. لذلك حلقة النهاردة بالتأكيد هيكون اهتمامها الكبير على هذه الزيارة التاريخية، وكمان عندنا كلام مهم جدا عن آخر الأخبار والكواليس والساعات الأخيرة في معسكر النادي الأهلي اللي بيستعد للسفر إلى غانا إن شاء الله بعد غد الأربعاء، وتحديدا مواجهة ميدياما في كوماسي يوم الجمعة الساعة 6 بتوقيت القاهرة. زي ما وعدتكم بالأمس كمان طاقم تحكيم هذه المباراة النهاردة معانا على شاشة قناة الأهلي، ومن خلال برنامج الترند هنكشف عن طاقم تحكيم هذا اللقاء. وبالمناسبة طاقم تحكيم مش غريب شوية، حكم المباراة كان موجود في كأس الأمم، ظهر في مباريات منتخب مصر، فالنهاردة نلقي الضوء عن تفاصيل هذه المباراة الهامة اللي بتجمع الأهلي مع ميدياما الغاني يوم الجمعة في الجولة الخامسة لدوري الأبطال الإفريقي. لكن بسرعة عشان وقت الحلقة نروح لسؤال حلقة النهاردة، وسؤال النهاردة سؤال مهم جدا، عايز أعرف رأي حضراتكم في قرار رابطة الأندية بإيقاف الدوري مبكرا قبل انطلاق معسكر المنتخب، وما توقعاتكم لموعد نهاية الموسم. سؤال مهم جدا لأنه هيترتب عليه حاجات كتيرة في الفترة اللي جاية، فبالتالي أنا أتمنى الكل يشارك معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا. وفي الجزء الأخير هفرد مساحة جيدة للإجابة على هذا السؤال، لأن أعتقد ليه تبعات كتيرة في الفترة اللي جاية، متعلق كمان بالموسم اللي جاي يبدأ إمتى يخلص إمتى. وده ملف احنا هنا الحمد لله كان لنا السبق اللي احنا نبدأ نتكلم عليه من بدري، لأن الأيام اللي جاية هتكشف الكثير عن كأس العالم للأندية، كأس الأمم الإفريقية في المغرب، مواعيد القيد بالنسبة للبطولات الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية، الأهلي هيستعد إزاي، ملفات شائكة هتبقى ليها تبعات نتيجة ما يحدث في الموسم الحالي والقرارات اللي بتتخذ في تأجيل بعض المباريات هذا الموسم بالنسبة للدوري نتيجة معسكرات المنتخب كمان الفترة الجاية بناء على طلب الجهاز الفني. لكن نروح لبداية الحلقة وأهم العناوين. البداية معنا في ترند الأهلي، الخطيب يوجه الدعوة إلى مجلس إدارة الزمالك لزيارة الأهلي، وكمان الخطيب علاقتنا بالزمالك تاريخية ونعمل جميعا من أجل الوطن. وفي الترند المحلي 100 سنة كورة، شعار نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالسعودية، استعراض مباريات اليوم والنهاردة في جولة جديدة من مباريات الدوري المصري واستئناف الجولة 13، في مباراتين، في مباراة بدأت الساعة 4 والشوط الأول انتهى منذ قليل بنتيجة إيجابية وتعادل مثير جدا بين مودرن فيوتشر والمقاولين العرب، النتيجة 2-2 في المباراة المقامة الآن على استاد القاهرة الدولي. الساعة 7 في مباراة ما بين الإسماعيلي والزمالك. نروح للدوري الإنجليزي، وفي الساعة 10 من مساء اليوم إيفرتون هيستضيف كريستال بالاس،
وفي الدوري الإسباني الساعة 10 أيضا من مساء اليوم أتلتيكو بلباو هيستضيف جيرونا. طيب احنا عارفين طبعا احنا في منتصف الأسبوع النهاردة الاثنين، فبتبقى بقى ايه ختام الجولات في الدوريات الأوروبية. كل المباريات الكبرى أو الكبيرة بتتلعب يوم السبت والحد، والاثنين ده بتبقى جولة أو جولتين من ختام مباريات الأسبوع. وبالتأكيد الدوريات الأوروبية وصلت للمرحلة 25 من عمر المنافسات في الدوريات الأوروبية الكبرى، سواء في أسبانيا، إيطاليا، ألمانيا أو حتى إنجلترا. نخرج إلى فاصل ثم نواصل. أهلا بحضراتكم من جديد، وبالتأكيد الحديث عن الزيارة التاريخية اللي تمت ظهر اليوم ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة نادي الزمالك. دعوة كانت كريمة من مجلس إدارة نادي الزمالك، وعلى طول كان في تلبية للدعوة في التوقيت المناسب من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي. أعتقد يعني الظهور النهاردة في مقر نادي الزمالك في ميت عقبة كان شهد حشد كبير جدا من كل القنوات العربية والقنوات المصرية لتغطية هذه الزيارة في مقر نادي الزمالك في ميت عقبة. يمكن شايفين اهي يمكن صور ولقطات من مراسم الاستقبال والبروتوكول الذي أعده مجلس إدارة نادي الزمالك لاستقبال مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. شايفين طبعا الحشد الإعلامي والصحفي لكل الزملاء الصحفيين والإعلاميين والمصورين في يعني جميع وسائل الإعلام، على فكرة وسائل الإعلام مكتوبة مقروءة مسموعة، حتى منصات التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا كان لها نصيب كبير جدا من التغطية التاريخية اللي بيتم النهاردة بعد سنوات كبيرة جدا. أهم زي ما احنا شايفين على الشاشة أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وشايفين قدامنا يعني أعضاء مجلس الإدارة في استقبال الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي في الدخول من البوابة الرئيسية لنادي الزمالك. الكابتن محمود الخطيب، المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، الأستاذ طارق أنديل. شايفين طبعا في الاستقبال الكابتن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك. شايفين كمان عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، الأستاذ محمد الغزاوي، الأستاذ طارق أنديل، دكتور محمد سراج الدين، الأستاذ محمد الجرحي. شايفين كمان الكابتن حسام غالي. يعني عدد يعني الحمد لله يمكن مجلس إدارة الناديين موجودين النهاردة في هذه الزيارة التاريخية. علاقة الأهلي بالزمالك يا جماعة علاقة متميزة وليست من اليوم، دي منذ نشأة الناديين قبل أكتر من 100 سنة. وزي ما انتم سامعين بصوا يا جماعة الكابتن محمود الخطيب وهو على مشارف دخول المبنى الاجتماعي لنادي الزمالك واستقبال الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، هتافات الأعضاء في نادي الزمالك بيبو بيبو. يعني نسمع كده سامعين معانا يمكن لفتة جميلة جدا ولفتة طيبة جدا. والكابتن محمود الخطيب يعني أسطورة كبيرة جدا من أساطير الكرة المصرية ورمز كبير جدا من رموز الرياضة المصرية، وحرص نادي الزمالك على توجيه الدعوة لمجلس إدارة النادي الأهلي. ويمكن زي ما انتم شايفين بقى يمكن داخل المبنى الاجتماعي كان في مراسم للاستقبال واجتماع ودي، يمكن علاقة طيبة جدا بتجمع الناديين. وجود مجلس إدارة النادي الأهلي داخل نادي الزمالك يا جماعة هو بيمثل حلقة من الحلقات التي بدأتها الأجيال العظيمة اللي سبقت في الفترات السابقة عندما كانوا ساعتها في مجالس إدارات الناديين، والعلاقات ما بين الناديين كانت الأطراف اللي كانت مسؤولة سواء على الأهلي أو الزمالك كانت دايما بتحاول تحافظ عليها على مدار سنوات طويلة. الأهلي والزمالك هما عمودي الرياضة مع أشقائهما من الأندية، والتاريخ الرياضي شاهد على الكثير من المواقف اللي جمعت الناديين في خدمة الرياضة المصرية على مر الأجيال. طبيعي جدا يفضل التنافس موجود ما بين الأندية، وده حق مشروع يا جماعة لكل نادي، ولكن المكسب الحقيقي بيتمثل في البحث عن مصلحة مصر. مصلحة مصر يعني إيه؟ يعني أولا ننبذ التعصب ونحافظ على الروح الرياضية بين الجماهير. الجميل في الموضوع كمان النهاردة كان في كلمة حلوة جدا للكابتن محمود الخطيب وكلمة جميلة جدا للكابتن حسين لبيب. الكلمتين اتفقوا على حاجة واحدة وفي كذا نقطة تانية، ولكن النقطة اللي لفتت انتباهي قبل ما استعرض بقى كل التفاصيل معانا، لأن النهاردة عندنا تفاصيل مهمة جدا ولقاءات مهمة جدا بالتأكيد هنستعرضها، إن طب الأول بس أروح زي ما انتم شايفين دي أحداد بدأت في بداية الجلسة على روح العمري فاروق في زيارة النادي الأهلي لنادي الزمالك. النهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لما قام بزيارة الزمالك، مجلس إدارة الزمالك كان حريص أن يكون يعني في دي أحداد على روح العمري فاروق نائب رئيس النادي الراحل.
ودي لفتة طيبة جدا قام بيها مجلس إدارة نادي الزمالك، وشايفين يعني مجلس إدارة الناديين وهم متواجدين في المبنى الاجتماعي في نادي الزمالك. بالمناسبة كمان في لفتة طيبة النهاردة يمكن لفتت انتباه كل الحاضرين وكل المتابعين. النهاردة نادي الزمالك كمان خصص مقعد لمعالي الوزير السابق ونائب رئيس النادي الأهلي الراحل العمري فاروق. ويمكن المقعد زي ما انتم شايفين على الشاشة، ده المقعد اللي على يسار الكابتن محمود الخطيب، وتم وضع باقة من الورود عليه تكريما لذكرى. لو تشوفوا كده في البروتوكول كابتن محمود الخطيب والمفروض يكون على يساره او على يمينه من ناحيتنا احنا، يعني على يمينه مكان او مقعد نائب رئيس النادي. فلفتة طيبة من نادي الزمالك ان طبعا يتم تعويض ذلك وان الكرسي يكون موجود ولكن عليه باقة من الورود. وباقي اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ خالد مرتجي امين الصندوق، الاستاذ طارق انديل عضو مجلس الاداره، الاستاذ محمد الغزاوي وباقي اعضاء المجلس زي ما شفتوا معانا في الصوره. اعتقد كانت لفته طيبه جدا من مجلس اداره نادي الزمالك ان يكون في دي احداد على روح العمري فاروق، وكمان مقعد نائب رئيس النادي الاهلي يكون موجود في هذه الزياره، ويتم يعني بصوره ولفته طيبه تخليد ذكرى بوجود المقعد ويكون في باقة من الورود والزهور على مقعد نائب رئيس النادي الأهلي. على فكرة يا جماعة هو ده الهدف من الرياضة، الهدف من الرياضة تجميع الشعوب، تجميع الجماهير، أروابط العلاقات والصداقات ما بين كل الأطراف. نتنافس داخل الملعب، كل واحد بيحاول يشتغل ويجتهد عشان ينجح ويتفوق. ما هو التنافس ده في النهاية هيكون تأثيره الإيجابي على الرياضة المصرية، تأثيره الإيجابي على الكرة المصرية. احنا بنتنافس عشان في النهايه عندنا منتخب. هو ده الهدف الاسمى على فكره من الرياضه. في بعض الفترات الناس خدتنا لسكك كده ما كانتش ايجابيه، ولكن الحمد لله كان في بعض التوقيتات كان في صوت العقل، وكان في ناس بتحاول تروح للامور الرشيده عشان في النهايه الرياضه المصريه ما تروحش ليه مكانه لا تليق بيها ولا تليق بتاريخها. النهارده احنا في مرحله مهمه جدا من تاريخ الرياضه المصريه من خلال هذه الزياره. طيب كمان كابتن محمود الخطيب كان ليه كلمة مهمة جدا، والكلمة النهاردة كان فيها رسائل مهمة وكان فيها معاني تاريخية. تعالوا نسمع ونشوف جانب من كلمة الكابتن محمود الخطيب لمجلس إدارة نادي الزمالك تعليقا على هذه الدعوة، واللي كان بالتأكيد مجلس إدارة النادي الأهلي حريص على تلبيتها ظهر اليوم بزيارة تاريخية في حضور عدد كبير جدا من وسائل الإعلام. نتابع. مش النهارده مواجهه نادي الزمالك بالتاريخ الواجب لناديه قبل اكثر من 100 سنه فاتت. العلاقه من وجهه نظري بتمثل عنوان رئيسي للرياضه المصريه، مش بس كره القدم، كل الحاجات. وجود مجلس اداره النادي الاهلي النهارده في مقر نادي الزمالك ما هو الاحاطة من حركات اللي بدأتها أجيال عظيمة سبقتنا كلنا وساهمت في بناء العلاقة دي وحافظت عليها على مدار السنوات اللي فاتت. يعني إيه مشروعية النهاردة؟ كان أساتذتنا وكبارنا أجيالنا العظيمة اللي فاتت بدون ذكر أسماء وابتدت علاقة طيبة إيمانا منهم إن دي هي الرياضة المصرية. الأهلي والزمالك كوباية الرياضة المصرية، مش هما بس، كتير من كل الأندية المصرية المشاركة معانا في كل المسابقات. تاريخ رياضي شاهد على مواقف كتيرة جدا. مواقف كتيرة جدا بين الأهلي والزمالك في خدمة الرياضة المصرية. الكلام ده يا جماعة حصل على ما يعني مر كل الاجيال كان متعاقب علينا، احنا جيل الحالي الاجيال اللي استخدموا كلها مفيش احترام ابدا. لازم الناس تعرف احنا بنلعب رياضه وبنتنافس منافسه شريفه، وده شيء طبيعي. كل نادي من حقه المشروع انه يحاول يكسب، لكن المكسب يا جماعه الحقيقي، المكسب الحقيقي ان احنا الاول لازم ندور على مصالح بلدنا، مصرنا الحبيبه يعني، ولازم التعصب ده احنا في
الان بالزمان. من هنا بقى انا بدعو جميل الان وجماهير زمان وبكل الجماهير المصريه والاعلام الرياضي وكل الصحفيين كل الجماهير والاعلام الرياضي جماعه لازم نخلي مصالح مصر هي اللي في وش هي قدامنا وامن كل شيء. كلنا عارفين ان بلدنا بتخوض تحديات كبيره بقالها فتره وما زالت بلدنا محتاجه تكاتف كل الكيانات الكبيره زي الاهلي والزمالك وكل المؤسسات الوطنيه سواء كانت رياضيه او غير رياضيه لازم كلها تكون ايد واحده ومشيت في خط واحد دي مصلحه بلدنا. وكلنا ثقه في الدوله وقيادتها طبعا على صالح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مره ثانيه نشكر مجلس اداره نادي الزمالك على الدعوه الكريمه ونشكره على الاستقبال ونهنيه على صفه الجمعيه العموميه وندعوه ان شاء الله لزياره النادي الاهلي في وقت يعني يكون متفق عليه. مش عايز كمان انسى الحقيقه شكر كل الاخوان الاعلاميين والصحفيين اللي جابوا معانا النهارده. في النهايه بشكر حضراتكم جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلمه طيبه جدا في توقيت تاريخي في عمر وتاريخ الرياضه المصريه في هذا التوقيت. يعني المشهد بالنسبه لنا كلنا احنا يهمنا في الاول والاخر مصلحه مصر في المقام الاول. والمشهد ده ان دل على شيء بيدل ان هناك اصوات عاقله هدفها مصلحه الرياضه المصريه وهدفها ان الكره المصريه تتقدم للامام. الصوت العاقل والصوت الهادي هو اللي انتصر في النهايه. كلمه الكابتن محمود الخطيب فيها معاني مهمه جدا بتتكلم عن رسائل ايجابيه كتيره جدا خلال الفتره اللي جايه. واعتقد النهارده اللي بيهمه مصلحه البلد واللي بيهمه ان الاعلام الرياضي الفتره اللي جايه يشتغل بشكل موضوعي ويشتغل على الخبر ويشتغل على المعلومه ويشتغل على القضيه اللي تفيد الكره المصريه والرياضه المصريه هيحب جدا يشوف المشهد ده. اي واحد ليه اهداف تانيه مش هيحب يتفرج على المشهد ده ولا يحب ان المشهد ده يتكرر ولا يشوفه تاني. عشان كده احنا النهارده كلنا سعداء ان الكره المصريه والرياضه المصريه ده الهدف الاسمى منها خلال الفتره الجايه. على فكره ممكن ما تشوفش مشاهد زي دي في اوروبا، ولكن الناس في اوروبا بتشتغل على الملعب بس. هنا نتيجه ان في ناس بتطلعنا كتير بره الملعب، فمهم جدا نشوف اللقطات اللي زي دي عشان نرجع تاني نتنافس فقط داخل الملعب. فاحنا سعداء جدا بهذه الزياره التاريخيه وتلبيه الدعوه من مجلس اداره النادي الاهلي بناء على دعوه كريمه جدا من مجلس اداره نادي الزمالك. وعلى فكره بالمناسبه كمان النهارده الكابتن محمود الخطيب كان حريص كمان على توجيه الدعوه لمجلس اداره نادي الزمالك لزياره الاهلي خلال الفتره المقبله. وده جه النهارده على هامش الزياره اللي قام بيها مجلس اداره الاهلي ظهر اليوم الى مقر الزمالك. كابتن حسين لبيب على فكره برضو كان ليه كلمه مهمه جدا هنستعرضها دلوقتي، ولكن في سياق حديثه ابدا اعتزازه وتقديره الشديد لدعوه الكابتن محمود الخطيب مؤكدا انها تعكس العلاقات الوطيده بين الناديين. ووجه الكابتن محمود الخطيب الشكر الى مجلس اداره نادي الزمالك على هذه الدعوه الكريمه واعرب عن سعادته بحسن الاستقبال والاستضافه مؤكدا ان علاقه الاهلي والزمالك تاريخيه ووطيده وقائمه على الاحترام المتبادل. وركزوا في العنوان الاخير ده، قبل اكتر من 100 سنه دي العلاقه اللي بتمثل العنوان الرئيسي للرياضه المصريه. علاقه الاهلي بالزمالك علاقه متميزه ليس من اليوم ولكن منذ نشاه الناديين. كابتن حسين لبيب كان ليه كلمه كمان مهمه جدا هنستعرضها كمان عشان نسمع ونشوف رئيس نادي الزمالك على شاشه قناه الاهلي بيقول ايه. نتابع. احنا فتره مش كانت بسيطه، كان في فتره معينه يمكن كان في صراعات واحنا لا يعني نادي الزمالك ليس له اي صالح في الصراعات. احنا كل اللي فيه ان احنا منافسه شريفه مع النادي الاهلي ونتمنى ان تضل كذلك. يعني احنا انا واحد من الناس اللي لما كان منتخب مصر كنت بتمرن داخل نادي الاهلي وكان الكابتن خالد مرتجي بيتمرن معانا، يعني كلنا اخوه يا جماعه، وايام المنتخبات كلنا بنطلع مع بعض السفريات وبنقعد مع بعض. احنا عايزين
في روح تاني مرة أخرى. كان في وقت كده عايزين كلنا ننسى هذا الوقت ده تماما بالنسبة لنا وبالنسبة للجماهير بتاعة النادي. النادي اللي هما بنسميه كل الإعلام بيسميه قطبي الرياضة المصرية. قطبي الرياضة المصرية دول يبقى المنافسة بينهم شريفة وكل واحد ينتمي للنادي ويدافع عن حقوق النادي، بس في نفس الوقت يبقى بالإيجاب بصورة إيجابية وليس بصورة سلبية. ياما برضو نقعد من إيطاليا ونعمل ياما ما يسمى سنة من كلام الخط، خلونا طبيعيين زي عوائلنا، كل واحد يشجع النادي براحته خالص ويدافع عن النادي براحته خالص، بس يلتزم حدود الأدب، لأن أساس الرياضة أساس الأخلاق فعلا قبل ما يكون أدب. دي يعني جملة من الحاجات اللي لابد إن نكون عليها ونحافظ عليها ونعمل عليها. دلوقتي أنا برضو يعني بكرر يعني فخري بتواجدكم هنا كمجلس إدارة نادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود القصير، وإن شاء الله أول فرصة إحنا برضو يشرفنا إن إحنا نيجي لحضراتكم، وده برضو شيء إيجابي جدا جدا. أي وقت المجلس كله نيجي لزيارة حضراتكم، وهنسعى فيها إن شاء الله، وعايزين المنافسة تبقى مستمرة على طول. اللي عايز يقول معانا كده بعد إذن حضراتكم إن إحنا النهارده كنادي الزمالك بنفتح صفحة جديدة مع كل الناس، سواء الإعلام بجميع أنواعه. إحنا النهارده الغاية اللي يسمى الصورة الذهنية لنادي الزمالك بترجع تاني ودائما زي الصورة اللي كل الناس عنده معتادة عليها. فبنطلب بعض من الإعلام إن هو يقف بجانب نادي الزمالك وبجانب النادي الأهلي ونوع من المواد والمنافسة الشريفة، وما يبقاش فيه أي حاجات من الخلف بتحصل على كده. وأنا متخيل إن الإعلام له دور كبير جدا في الجملة اللي أنا قلتها. نمرة اتنين برضو إحنا علاقتنا إن شاء الله مع جميع الأندية على رسالة النادي الأهلي سوف تظل في حالة جيدة طول ما كل واحد يمشي مع النادي بيدافع عن النادي بيدافع عن حقوق النادي بدون أي اتهام للآخر، إن من حق كل واحد فينا إن هو يشتغل للنادي على أكمل وجه. وده فعلا يشرفنا إن إحنا نكون من ضمن هذه المنظومة، وأنا بتشرف أرقص ناس أفاضل ومجلس إدارة نادي الزمالك كلهم نفس اللي أنا بقوله ده كلنا متفقين عليه من أول يوم. فبشكرهم على المجهود اللي أدوه خلال الميت يوم السابقة، فعلا يمكن الحمد لله قدرنا كلنا مجهود زملائي أكتر من أي حد تاني إن إحنا نغير من الصورة الذهنية اللي كانت متاخدة على نادي الزمالك، وده بجد يعني مساعدنا جدا جدا. أخيرا يعني برحب بكل الحضور من أولهم لآخرهم، وفعلا كان ينقصنا الوزير العمد فاروق، وإحنا يعني أنا واحد من الناس كنت عايزه جدا جدا، ومقتنع إن هو فعلا عمل حاجات كتير للرياضة المصرية وفي النادي الأهلي، ولا يمكن لأي حد إنه ينكر ذلك. فيعني بجد برضه يعني كان يشرفنا بكل يعني رحمة ربنا عليه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للاستاذ حسين لبيب او كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في كلمه موجزه وهامه جدا على العلاقه التاريخيه اللي بتجمع الاهلي والزمالك طوال السنوات الماضيه. بالمناسبه على هامش هذه الزياره التاريخيه كان في تبادل للدروع والهدايا التذكاريه ما بين مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب مع مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب. وزي ما احنا شايفين على الشاشه يمكن درع نادي الزمالك اهداء من مجلس اداره النادي الاهلي من مجلس اداره نادي الزمالك لرئيس مجلس اداره النادي الاهلي. وكذلك كان في تبادل الدروع وشعار النادي الاهلي وهداء من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي للكابتن حسين لبيب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. تبادل الدروع علم الناديين، ده تاكيدا بالتاكيد على العلاقات القويه والوطيده اللي بتجمع الناديين الكبيرين. واعتقد كمان درع كمان تكريم كده من مجلس اداره نادي الزمالك للكابتن محمود الخطيب، القيمه الكبيره والقيمه التاريخيه للنادي الاهلي وللرياضه والكره المصريه بشكل عام
في السنوات الماضية. صورة جميلة جدا نتمنى تكرارها ما بين كل الأندية، مش الأهلي والزمالك بس، ما بين كل الأندية. أعتقد الصورة دي بيبقى لها تأثير إيجابي على الشارع الرياضي وعلى الشارع القروي. نتمنى الفترة اللي جاية يمكن يعني من أيام قليلة جدا خد قرار أو طلع قرار إن الأعداد بدأت تزيد شوية في الحضور الجماهيري ووصلنا ل 20,000 متفرج. مثل هذه اللقاءات التاريخية والعلاقات الوطيدة أعتقد ممكن تسمح لنا قريب جدا اللي احنا نشوف في الاستادات والملاعب كاملة العدد، ونشوف من تاني مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في استاد القاهرة بحضور 70,000 و80,000 متفرج، ونشوف الحضور الجماهيري الكبير اللي كانت بتتميز بيه دايما الكرة المصرية والملاعب المصرية في جميع الملاعب في القاهرة وفي المنصورة وفي الإسكندرية وفي الإسماعيلية، يعني في كل الملاعب كنا بنشوف دايما من الملاعب كلها ممتلئة عن آخرها بالجماهير. نتمنى نرجع من تاني نشوف الحضور الجماهيري، نشوف الأندية الشعبية دايما وأبدا. الكرة المصرية بتتقدم بالأندية الشعبية والأندية الجماهيرية، فنتمنى التوفيق يا رب خلال الفترة اللي جاية للكرة المصرية وللرياضة المصرية. دي كانت إطلالة سريعة على يعني كل الكواليس وكل التفاصيل المتعلقة بهذه الزيارة التاريخية وتلبية مجلس إدارة النادي الأهلي لدعوة نادي الزمالك، ومن ثم كمان هناك دعوة من إدارة الأهلي لنادي الزمالك لزيارة قريبة جدا لمقر النادي الأهلي في الجزيرة خلال الفترة المقبلة. فاصل ثم نواصل. أهلا بحضراتكم من جديد، والجانب ده متعلق بالتأكيد هنتكلم فيه على استعدادات الأهلي لمباراة ميدياما الغاني. والنهاردة استأنف الفريق تدريباته بعد الحصول على راحة سلبية بعقب العودة من الجزائر. الفريق رجع فجر السبت، خد اجازه سبت وحد، النهارده الاثنين كان تدريب صباحي، وقدامنا على الشاشه هو جانب من تدريب النادي الاهلي الصباحي. والنهارده في اخبار سعيده لكل جماهير النادي الاهلي. اولا كريستو هوف في جانب من البرنامج التدريبي والتاهيلي اللي وضعه عليه الجهاز الطبي استعدادا طبعا للفتره الجايه عشان يبدا يخش في التدريبات الجماعيه، لكن كريستو لسه قدامه شويه وقت، في صعوبه شويه انه ممكن يلحق مباراه ميدياما. ولكن الأخبار السعيدة في إيه بقى؟ النهاردة انتظم بيرسي تاو في المران الجماعي، كذلك انتظم المهاجم الفلسطيني وسام بو علي في تدريبات الأهلي، كذلك النهاردة شارك أحمد نبيل كوكا في تدريبات الأهلي. يبقى النهاردة عندنا انتظام لثلاثي مهم جدا لدعم صفوف الفريق قبل مواجهة ميدياما الغاني، بيرسي تاو وسام بو علي أحمد نبيل كوكا. أعتقد ده خبر مهم جدا وسعيد جدا لكل جماهير الأهلي في ظل النقص الحاد اللي كان موجود في صفوف الفريق في توقيت مواجهة شباب بلوزداد نهاية الأسبوع الماضي. وجانب مهم جدا النهاردة في تدريب، بكرة كمان في تدريب، يوم الأربع في تدريب، فأعتقد مساحة الوقت دي هتبقى مناسبة للجهاز الفني لاستعادة أكبر قدر من اللاعبين اللي تعرضوا لإصابات في الفترة الأخيرة عشان يكونوا مع البعثة اللي هتسافر إن شاء الله مساء يوم الأربع إلى كوماسي. الأهلي هيتحرك مباشرة في طيارة خاصة في رحلة مباشرة من القاهرة إلى مطار كوماسي، لأن الأهلي هيلعب في كوماسي مش هيلعب في أكرا، هيلعب على ملعب بابايارا مباراة ميدياما الغاني يوم الجمعة الساعة 6 بتوقيت القاهرة. قدامنا حسين الشحات، أحمد عبد القادر كمان في التدريبات الجماعية، أعتقد بنسبة كبيرة كمان ممكن يكون موجود مع الفريق في رحلة السفر إلى غانا، خلاص ببتدأ يشارك في التدريبات الجماعية. رضا سليم اطمأنينا عليه، شارك في جانب من مباراة شباب بلوزداد. يعني لو بنتكلم على الغيابات هي بنتكلم على محمد الشناوي، بنتكلم على خالد عبد الفتاح، بنتكلم على كريستو وأليو ديانج، لسه شويه وقت. يعني أليو ديانج ممكن حوالي شهر ونص شهرين زي ما قلت امبارح، مش اقل من كده على ما يبدا يرجع، لان خلاص بقى يجب ان هو يتم اجراء العمليه الجراحيه عشان الالام اللي كان بيشتكي منها في الفتره الاخيره حتى لما كان موجود مع منتخب مالي. يعني نتمنى ان ما تكونش معاه للفتره اللي جايه. نقطه مهمه جدا، الساعات الاخيره ناس كتيره قالت انطوني موديست سافر فرنسا، أنطوني موديست ممكن ما يكونش موجود مع الأهلي في غانا. أنا من غير ما أطلع أنفي أو من غير ما أطلع أقول أي تفاصيل أو أخبار، قدامكم على الشاشة صوت وصورة أنطوني موديست في تدريبات الأهلي، أهو على الشاشة أنطوني موديست في تدريبات الأهلي، النهاردة شارك في المران الجماعي، وبالتالي بإذن الله إن شاء الله أنطوني موديست هيكون موجود مع الأهلي في رحلة غانا بإذن الله. إحنا لما بنحب نقول معلومة ما بنسترسلش او بنقول معلومه كده من الهوا، بنثبتها لكم صوت وصوره. ال 48 ساعه اللي فاتت الفريق كان اجازه، طالما الفريق اجازه واي لاعب في توقيت الفريق اجازه وعنده بعض الامور الخاصه اللي ممكن ينجزها او يسافر يخلصها، خاصه لما يكون لاعب اجنبي مفيش مشكله ممكن يعملها، ما احنا عندنا لعيبه مصريه بتلعب في الدوريات الاوروبيه او حتى في الدوري السعودي، لو في اجازه ممكن يجي مصر يخطف رحله كده يومين ويرجع. انا شفت ده كتير زمان، حتى لما حسين كان بيلعب في العين الاماراتي كان بيقرر كتير الموضوع ده، ولكن دايما الناس ربطت انطوني موديست سافر فرنسا، فبنسبه كبيره مش مع الاهلي في غانا،
النهارده أنطوني مودست صوت وصوره هو معاكم في التدريبات، وبالتالي موجود وادي احمد نبيل كوكا كمان. للاسف مروان عطيه مش هيكون موجود بسبب الانذار الثالث. كهربا هو موجود، حسين الشحات موجود. ده جانب من تدريبات الاهلي والاخبار اللي كنت مهم جدا اتكلم عليها على الاستعداد لمباراه ميدياما الغاني. كل اللاعبين الحمد لله شاركوا ما عدا المجموعه اللي ذكرتها بشان الاصابه. طاقم تحكيم مباراه الاهلي وميدياما الغاني، يعني المباراه باذن الله يوم الجمعه اللي جايه. طاقم التحكيم كان معانا من حوالي يومين ثلاثه، ولكن طبعا نتيجه زحمه الشغل والاخبار والموضوعات اللي معانا قلنا ناجلها شويه مع استئناف الاهلي للتدريبات عشان يكون معانا خبر جديد على حكام مباراه الاهلي وميدياما الغاني. على فكره تم الاختيار بشكل رسمي، وحكم هذا اللقاء هو الحكم الجابوني باتريك بيبياما. الحكم الجابوني باتريك بيبياما معاه مساعد اول من الكاميرون الفيس جاين نيجويا، مساعد اول في هذا اللقاء، معاه مساعد ثاني من الجابون اوندو اوربان، والحكم الرابع من الجابون ايضا كيريك ماكوجينجي. يعني طاقم تحكيم جابوني فيما عدا المساعد الاول من الكاميرون. بالمناسبه حكم الساحه والمساعد الاول كانوا موجودين في منافسات كاس الامم الافريقيه في الكوت ديفوار، فبالتالي طاقم تحكيم او حكم وحكم مساعد كانوا موجودين في كاس الامم، فنتمنى يكون عندهم خبرات في اداره هذا اللقاء، لان اللقاء هام جدا. الاهلي 6 نقاط وميدياما 4 نقاط، فالمباراه دي هتكون مفصليه في تحديد بنسبه كبيره اللي هينافس على صداره المجموعه او المتاهل الى الدور القادم، الدور ربع النهائي في دوري ابطال افريقيا. لو هسرد كده واتكلم على حكم المباراه، الحكم الجابوني باتريك ميبياما كاتونجي، الحكم ده على فكره كان متواجد في مباراتين لمنتخب مصر في كاس الامم الافريقيه. لو هنتكلم بقى على السيره الذاتيه لهذا الحكم عشان كل مشاهدينا يعرفوا الحكم ده مين، اختيارات الحكام في الفتره الحاليه ده ايه، هل الحكم ده ليه تاريخ ولا لا. الحكم ده كان حكم رابع في مباراتي مصر وغانا اللي انتهت 2-2، وكان حكم رابع في مباراه مصر والراس الاخضر اللي انتهت 2-2، وكان بالمناسبه هو اللي ادار مباراه المغرب وزامبيا في كاس الامم الافريقيه اللي انتهت بفوز المغرب 1-0 في لقاء الافتتاح في المجموعه السادسه اللي اتلعبت في سان بيدرو، وكان حكم رابع لمباراه تونس ونابيبيا اللي تونس خسرتها في كاس الامم 1-0. فكان متواجد في اكتر من مباراه، ولكن معظمها كان حكم رابع وادار مباراه واحده كانت المغرب وزامبيا. بالمناسبه كمان في دور السوبر الافريقي هو ادار مباراه الوداد وانيمبا، ادار مباراه مصر واثيوبيا هنا في القاهره يوم 8/9/2023 في تصفيات كاس الامم اللي مصر كسبتها 1-0. موجود في معظم المباريات، ولكن مش من حكام الصفوه او البروفيشنال اللي بنشوفهم دايما في المباريات الكبيره. نتمنى يكون موفق في مباراه النادي الاهلي وميدياما الغاني. ده جانب متعلق بحكام مباراه الاهلي وميدياما الغاني. تعالوا بقى نشوف اخر اخبار الترند، والبدايه هتكون معانا النهارده من ترند الاهلي. النهارده ترند الاهلي فيه تفاصيل كتيره، عشان وقت الحلقه احاول اشوف كده اكبر قدر من التفاصيل. حساب اليوم السابع بيتكلم ان كولر يجري تغييرات على تشكيل الاهلي امام ميدياما الغاني في دوري ابطال افريقيا. الكلام على ان عمرو السوليه هيعوض مروان عطيه وكمان اليو ديانج، الاثنين مش موجودين في مباراه ميدياما بنسبه كبيره، وسام بوعلي هيشارك في المباراه بعد تعافيه من الاصابه، وده احنا النهارده شفناه في جانب من التدريبات. لسه قدامنا تدريبتين كمان عشان نقدر نقول التشكيله ممكن تبقى باي شكل هيختارها كولر. الوطن سبورت ركز في جزئيه غريبه، قال لك القصه الكامله لازمه كهربا في الاهلي صدام مع كولر بسبب شقيقته. خبر انتشر في السوشيال ميديا الفتره الاخيره عن فكره ان كهربا فرح اخته يوم الاربعاء في نفس توقيت سفر الاهلي الى غانا. كهربا لاعب محترف، الجهاز الفني هيستعين بيه، عمر الامر ما هيسبب مشكله وهيسبب ازمه، وكهربا عارف ان المرحله دي مرحله هامه، وعلى فكره دي مش مباراه تحصيل حاصل، دي مباراه في منافسات دوري ابطال افريقيا تكون او لا تكون لا قدر الله. حساب يلا كوره بيتكلم على لاعب النادي الاهلي محمد ياسر. نادي تبريتس التشيكي اعلن تجديد اعاره محمد ياسر مهاجم فريق الشباب بالنادي الاهلي مواليد 2001 لمده موسم اخر، نتمنى التوفيق ان شاء الله لمحمد ياسر. نروح للترند المحلي، ومعانا النهارده خبر رسمي نشر من الموقع الرسمي للكاف ونقلته يلا كوره، بيقولوا بمنافسه 8 منتخبات كاف يعلن موعد قرعه الدور التمهيدي لامم افريقيا 2025. بكره ميعاد قرعه الدور التمهيدي. الدور التمهيدي فيه 8 منتخبات هيصعد منهم 4 ينضموا على 44 منتخب المصنفين في التصنيف الاعلى. عشان يكونوا 48 منتخب هيتقسموا على 12 مجموعه، كل مجموعه فيها 4 منتخبات، يتأهل الأول والثاني إلى كأس الأمم في المغرب اللي هتنظم في شهر 7 و8 من 2025. الدور التمهيدي هيشارك فيه مين؟ الصومال، جيبوتي، ساوتومي،
تشاد، موريشيوس، جنوب السودان، ليبيريا وإسواتين. بكرة القرعة والتصفيات هتكون في شهر مارس. الوطن بيقولوا ثلاثي منتخب مصر يتراجع عن الاعتزال بعد قدوم حسام حسن ورد فعل العميد. الكلام على حجازي والنن وعلي جبر هيتراجعوا عن الاعتزال الدولي وهيكملوا مع المنتخب بعد تعيين الكابتن حسام حسن. خبر النهارده موجود في موقع بطولات على ان ابراهيم نور الدين مستبعد من اداره المباريات لانه لم يخضع للاختبار البدني من قبل لجنه الحكام. وانا المعلومه اللي عندي وخدوها مني بشكل رسمي، ابراهيم نور الدين لن يتم اسناد ليه مباريات في التوقيت الحالي لان فيتور بيريرا شايف ان ابراهيم نور الدين ما خضعش للاختبار البدني اللي اجريه في نادي النصر، فمش هيدير اي مباراه لغايه لما يخضع للاختبار. وبالمناسبه في حكمين طبقا للمعلومات اللي وردت لي من القائمه الدوليه مش هيكونوا متاحين لمباراه القمه الاهلي والزمالك، ابراهيم نور الدين ومحمود عاشور. من معلوماتي ان لجنه الحكام بتفكر في استبعاد الاثنين تحديدا عن اداره مباراه القمه، ولسه معني لما نيجي على مباراه القمه هتكلم بالتاكيد على مين الحكام المرشحين لاداره هذا اللقاء. لكن حاليا ابراهيم نور الدين اوت، محمود عاشور لن يتواجد في مباراه الاهلي والزمالك طبقا لرؤيه لجنه الحكام. المصري الرياضي بيقولوا في تصريح لرئيس لجنه الحكام فيتور بيريرا قال انا اقوم فقط بالعمل الاداري، من قال ذلك؟ كل جلسات التدريب والاختبارات وتقديم المعلومات كنت حاضرا واتدخل بها واقدم معلوماتي. ده ردا على سؤال ان فيتور بيريرا مش بيقدم محاضرات للحكام وان فيتور بيريرا بيركز اكتر على الجانب الاداري. فالنهارده فيتور بيريرا كان ليه رد على هذا الموضوع وقال انا شغلي مش العمل الاداري فقط. عموما دي كانت ابرز اخبار الترند. نطلع لفاصل ونرجع عندنا الجزء الاخير المشاركات على سؤال حلقه النهارده. اهلا بحضراتكم من جديد في الجزء الاخير من برنامج الترند، وهنستعرض فيه المشاركات على سؤال حلقه النهارده. رايكم في قرار رابطه الانديه بايقاف الدوري مبكرا قبل معسكرات المنتخب وتوقعاتكم لموعد نهايه هذا الموسم. نورة بتقول مساء الخير، وجهة نظري أعتقد قرار خطأ هيترتب عليه أضرار كتير خصوصا للنادي الأهلي، كنت أتمنى يكون قرار مدروس أكتر من كده. أتفق معاكي في هذا الرأي. غريب بيقول تحياتي لحضرتك، قال قرار غير مدروس كالعادة في ظل التخبط الإداري. نشوف رأي تاني معانا. تالين بتقول الكلام ده كان زمان قبل الاحتراف على ما أظن في عهد الأسطورة الراحل الكابتن محمود الجوهري، دلوقتي ما ينفعش الكلام ده. اللي عايز يحقق كل طلبات حسام حسن يتحمل تبعات عدم اكتمال المسابقات المحلية أبدا، إنما الأهلي أكبر المتضررين، لن يسمح بذلك من يعوضه تكاليف محترفيه، عقود لعبته، وعدم استقراره الفني. وعلى فكرة الدوري ده لو هتأخر لشهر 9 و10 تأثيره هيبقى سلبي يا جماعة للسنة الجاية أكتر، وده هنشرحه في حلقات تاني. ناصر بيقول السلام عليكم، قرار بدون دراسة وبكده هيتأخر جدا نهاية الموسم وممكن يمتد لمنتصف شهر 8، وبالتوفيق للكورة في مصر. ده لو امتد النص 8 يبقى كويس، ده ممكن يخش في 9. سامي بيقول مساء الخير، طبعا قرار غير مدروس بالمره، سيتسبب في ارجاء نهايه الدوري الى نهايه شهر 8، ده اذا انتهى اصلا. لحل هذه المشكله ينبغي تقليص عدد انديه الدوري الممتاز القادم الى 14 نادي، وبالتالي سيكون هناك وقت لاعداد المنتخب بصوره افضل جدا. اتفق مع راي سامي ان لازم الدوري السنه الجايه تقل عدد الانديه ل 16 14 نادي، لان اللي جاي هيبقى اصعب من اللي احنا فيه. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.